ونروح دلوقتي خبرنا التاني. مصر مش موجود مش بس مليئه بالاماكن الجميله والمناظر الطبيعيه، لا كمان مليانه بالمواهب، والمواهب اللي بتشرفنا جوه وبره مصر. طبعا الموسيقى هي اللغه الجميله اللي دايما بتدخل قلبنا من غير اي استئذان. ضيفتنا النهارده من حبها في الموسيقى قررت ان هي تدرسها وتتخصص في مجال يمكن يكون مختلف عن المجالات اللي منتشرة في مصر، لغاية ما قدرت انها تبقى اول قائد كورال مصرية معتمدة من الأكاديمية الموسيقية في ألمانيا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر منها شخصيا، وهي منورانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. انجي لطفي مدربة صوتيات وقائد كورال، مساء الخير يا انجي. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا انجي، احنا مبسوطين جدا أهلاً انك بيكي. موجوده معانا دلوقتي، وحابه بس اسالك سؤال يعني كده غريب شويه. عاده بنبقى متعودين ان في قائد اوركسترا مش قائد كورال، ايه اللي خلاكي تختاري او تتخصصي في هذا المجال؟ في البدايه احب اشكركم للاستضافه وللاهتمام بالموضوع. أنا اللي خلاني أهتم بدراسة قيادة الكورال هي إن أنا أصلاً دارسة غنى، قعدت أدرس وأنا عندي 14 سنة، ومن وأنا صغيرة جداً وأنا عندي مثلاً 10 سنين وأنا بغني في الكورال المدرسة الألماني، وبعدين بدأت أغني سولو من أول 14 سنة، وبدأت أنمي ده وأدخل مسابقات وأخد شهادات لحد ما بدأت أدرس غنى 1-on-1 يعني البرايفت الأول، وبعد كده بدأت أحب الموضوع أكتر وأشوف قد إيه ده بيدي سعادة للشخص اللي قدامي، أكيد. بالذات لما أشوف التطور بتاعه. فبدأت أعمل موضوع الكورال في المدرسة، برضو في المدرسة الألماني، وأشوف بقى البنات الصغيرين قد إيه هم excited لما بيبقى عندنا حفلة، لما بيبقى عندنا بروفات. وكنت بعمل الموضوع في الأول بالإكسبيرينس، يعني إزاي أنا بقود كورال، بمرن الصوت وبجيب المجموعة كلها بتغني مع بعض. بس حسيت إن أنا محتاجة أعرف تفاصيل أكتر إزاي أعمل ده صح، مش بس بناء على الخبرة أو المرات اللي بطلع فيها حفلات أو كده. فده اللي خلاني أتجه للدراسة. طب بالنسبة للدراسة بتاعتك في ألمانيا استمرت قد إيه عشان تقدري تحصلي على الاعتماد؟ هي الدراسة كانت المفروض تبقى سنة ونص، بس جت ظروف الكورونا في النص وقفت الموضوع شوية، بس الحمد لله احنا يعني كنا مصممين نكمل، لأن كان في كلام إن الدراسة تقف تماما وتبتدي بعد ما الكورونا تخلص، لأن ما كناش عارفين الكورونا دي هتقعد قد إيه. طبعا. بس الحمد لله الموضوع كمل، يعني خلص تقريبا في سنتين ونص ثلاثة بدل ما يخلص في سنة ونص، which is okay كان في مصري. لأن ده طبعا بيعطل الدنيا شوية كنت يعني، عايزة أعرف. بس الحمد لله إن احنا عرفنا نكمل يعني. طب كان في مصريين تانيين ولا كنت مصرية الوحيدة؟ هل في مصريين تانيين راحوا قبل كده ألمانيا عشان ياخدوا الاعتماد ده، ولا أول مصرية تاخد الاعتماد ده من ألمانيا؟ أنا ما سمعتش خالص عن حد راح يعمل دراسة في التخصص ده تحديداً. والوقت اللي أنا كنت بدرس فيه كان كلهم من ألمانيا، حتى هم قالوا لي ساعتها أنت أول حد من بره ألمانيا يجي يعمل دراسة في التخصص ده في الجامعة دي. طب احنا متعودين عادة ان بيبقى قيادة الاوركسترا بتبقى شيء صعب جدا وليه صعوباته، يا ترى ايه هي الصعوبات او التحديات اللي موجودة في قيادة الكورال؟ هل هي نفس فكرة قيادة الاوركسترا، يعني بتواجهي نفس الصعوبات ولا مختلفة؟ لا هو الموضوع مختلف في الحقيقة، لانه انا طبعا مهتمه جدا برضو بقياده الاوركسترا، بس ده كان جزء تاني يعني دراسه مختلفه. لكن قياده الاوركسترا هو في الاخر يعني العازفين بيجوا بيعرفوا يعزفوا الاله، وبيقعدوا يعملوا بروفات مع بعض، ايا كان بقى الاوركسترا جايه منين، القائد بيقدر ان هو يجمع الافراد كلها ويطلع بيهم الحفل.
قيادة الكورال أنا ممكن أعمل كده، يعني ممكن يجي لي كورال متمرن أطلع بيه الحفلة على طول، لكن الأصعب هو إن أنا يجي لي ناس لسه مش عارفين فكرة الغنى في الكورال، أو هم ما غنوش مع بعض قبل كده، أو أول مرة يتعرضوا لفكرة الهارموني، يعني الأصوات مختلفة تغني مع بعض في نفس الوقت ويطلع الصوت كأن شخص واحد أو شخصين بس اللي بيغنوا. هو ده الفكرة، مش بس القيادة، هو تمرين الأشخاص على إن هم يعني ينضموا للكورال ويبتدوا يغنوا بشكل صح، بحيث إن الشكل في الآخر وأنا بقود يطلع الشكل المنتظر بقى البروفيشنال اللي احنا بنشوفه بره كمان. طب انت كده اشتغلتي كمان في قيادة كورال الأطفال في اسكندرية، وقدرتوا إن انتوا مظبوط. تشاركوا في مهرجان للأطفال في اليابان. احكي لنا اكتر عن المشاركة دي، وايه الحاجات اللي كنت حريصة جدا ان انت تعمليها للأطفال في الكورال ده؟ هو الاشتراك في اليابان ده كان حاجة مختلفة، أنا بجانب شغلي في المجال ده أنا أسست مركز فنون اسمه أرتوبيا في اسكندرية من 8 سنين، والمركز ده مش بس فيه تخصص موسيقى وكمان فيه رسم ومسرح، والجروب اللي سافر اليابان ده كان جروب مسرح، كان جروب صغير من الفريق بتاع المسرح بتاع أرتوبيا، قدمنا في مهرجان في اليابان من أهم المهرجانات للأطفال في اليابان، وشاركنا فعلا بالجروب بتاعنا، والموضوع حاز على إعجاب كبير جدا، لأن احنا كمان قدمنا باللغة العربية، يعني احنا يعني قررنا ان احنا ما نعملش ترجمة او اي حاجة، لا هو ان العرض يتفهم حتى وهو بيتقدم باللغة العربية، بس برضو نقدر ان احنا نقدمه بالشكل اللي يقدر يبقى مفهوم لأي حد حاضر العرض. طب انا عندي سؤال، انت من اسكندريه صح؟ مظبوط. طب انا ايه علاقه الاوبرا بالاسكندرانيه؟ فرح دباني كمان من اسكندريه، ايوه صحيح. فحسيت ان في فرح حاجه طبعا، كومن. يعني فرح كانت معايا في المدرسه يعني، وزميلتي اصغر مني طب ايه بسنه. الموضوع ولا مفيش حاجه بالصدفه؟ لا هو في ايه بقى؟ هي ايه حكايه اسكندريه والاوبرا؟ هقول لحضرتك، هي طبعا المدرسه الالماني بتشجع جدا، المواهب. واحنا عندنا اهتمام كبير بالموسيقى، يعني الموسيقى ماده مهمه زيها زي اي ماده تانية بندرسها، هي كمان بتدخل في الشهاده بتاعتنا وبتدخل في النتيجه ومؤثره جدا، يعني مش معنى ان احنا يعني مش بناخدها على جنب كده، لا هي ماده اساسيه مهمه بنمتحن فيها وبنعمل بندرس فيها ثيوري وبراكتيك، يعني بناخدها بكل يعني الجوانب بتاعتها يعني. بكل الجوانب بتاعتها بالظبط. فاحنا الكورال كمان حاجه بنبتديها من واحنا عندنا 10 سنين في المدرسه وبنكمل فيها، يعني اللي بيبقى مهتم لحد ما نتخرج، وطبعا بنغني حاجات كلاسيكال، يعني هو ده اللي اهتمامنا بقى بالاوبرا، لان احنا بنغني حاجات اكتر كلاسيكال، فبنبتدي ندرس اللي بيهتم يعني بيبتدي يدرس ده برايفتلي، زي ما فرح عملت، زي ما انا عملت، زي ما فاطمه سعيد عملت، يعني ناس كتيره اتجهت الاتجاه ده، يعني في الاساس بسبب المدرسه طبعا. أكيد أكيد. عموما إحنا بنشكرك جدا يعني، وبنتمنى لك دايما التوفيق طبعا. إنجي لطفي مدربة صوتيات وقائدة كورال للأطفال، هو للأطفال بس ولا للكل؟ أظن للكل، أعتقد للكل، أعتقد أعتقد للكل، للكل. أيوه.